ناخد رقم تاني. اتفضل. نختار واحد. واحد طبعا. اذا سألتك بتحب واحد ليه؟ عشان رقم فردي برضو. انت بتحبه الفردي. اوكي، هنشوف السؤال. رقم واحد، صرحت بانك مقاطع الصحافة منذ سنين، ايه بينك وبين الصحافة؟ شو اللي مزعلك؟ وقلت مشكلة الصحافة الفنية الآن انها بتكبر الفنان فقط وما بتكبر فنه. أولا أنا بحترم الصحافة جدا جدا، بس مفيش حاجة اسمها سلطة رابعة. احنا عندنا 3 سلطات في البلد، مفيش حاجة اسمها سلطة رابعة، احترامي الشديد ده رقم واحد. رقم اتنين، مفيش عداء بيني وبين الصحافة. أنا كل شغلتي إن أنا فنان، أشتغل وأتعب على شغلي وأقدمه للناس. الصحافة شغلتها تقول رأيها، بيغني كويس بيغني وحش، بيقدم شغل جيد بيقدم شغل رديء، دي شغلتها. تقييم العمل الفني اللي هو النقد اللي الناس اتعلموه في المعهد العالي للفنون المسرحية، الناس اللي تخصصوا في هذا. غير كده بكن لهم كل احترام وكل محبة، لأن لولا الصحافة خلي بالك أنا ما كنتش اتعرفت برضه. بس من وأنا صغير بحب إن العلاقة بيني وبين الصحافة تكون شغلي فقط، فهمت، بتركز بشغلك. ولما حد يعني يحب يعمل موضوع يعمل موضوع عن مدحت وشغله، مش يعني حضرتك موضوع عن عم بتقول مدحت انه وحاجة تاني لسبب بسيط، حياته ان الشخصية الصحفي ده يعني. انسان اصلا صح وعنده حياته الشخصية، صح 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 وانا قديم مش صغير. وزي ما انت تتكلم انا ممكن اوجه لك نفس الاسئلة لو انا عايز ادخل في حياتك، صح لكن انا مش بمشي ورا دي صغائر. طب استاذي، عم بحس من كلامك انه في، ما بدي اقول لك مراره، بس يعني في تجربه مش لذيذه. هل لما بتناول الصحفي الحياه الشخصيه بيكون عم يبعد عن رسالته كتقييم العمل الفني؟ وشو هو اكثر مره قريتها عم بتمس بحياتك الشخصيه، او مش حياتك الشخصيه يعني، فيك كانسان، لقيت انه ركز بشغلي اكثر، لانه انت مثلك مثل يعني، ما حدا على راسه خايمه مثل ما بيقولوا. انا لا ابالي. اوكي، خدت بالك؟ انا يعني عايزه لا ابالي يعني زيك. لا ابالي، لان الحاجات دي تعطلني لو انا قعدت افكر فيها. هو اللي هو لو حد عايز يعني ينقضني في شغلي انا اشيله على راسي. اوكي، شغلي قول لي اللي انت عايزه. شو هتقرب اكتر ناحيه، شو ايه هتقرب سؤال بقى وقت ناحيه حياتي الشخصيه. ايه مثل شو بدك، يعني شو ايه يعني ضايقك ما يعني؟ يعني مش من حقك، بس هقول لك اوكي مش من حقك، هقول لك عيب عليك، اوكي، وهقول لك انت ممكن تكون عندك مشاكل كتير في حياتك. ايوه، ما حدا خالي طبعا. ايوه فبالظبط احنا كده، بني ادمين فانت وبشر. خليك في حدودك، صح، لكن تقول لي انا سلطة رابعة، لا، على نفسك مش عندي.